السلام عليكم، أهلا بكم في قناة كوكا أوكا. أنا بس بشجعكم إن نقدر نجدد ونعمل أي حاجة احنا عايزينها في البيت بأبسط شيء. دي ترابيزة هغير لونها، ودي رخرة، ودي ترابيزة من اللي بتتفتح رجليها كويسة وقوية، بس هي بلاستيك وبس رجليها سلستيل، منظرها مش حلو. فانا هصبغهم دلوقتي، الصبغ جاهز بنشتريه، بس احنا بنعمله بالفرشة وبنسيبه لما ينشف. طبعا لما اخلص هوريهم لكم، بس تشجيع مني ان ممكن انتي تجددي اي حاجة عندك بتكوني محتاجاها وبتنظفيها بتبقى زي الفل. هصبغهم وارجع لكم تاني حبايبي. دلوقتي الصبغ بنصبغه في اتجاه واحد كده اهو، وبنسيبه ينشف شوية ونرجع عليه تاني مرة، تاني وش. والصبغ ده انا ما خففتوش بأي حاجة، انا جبته من الراجل وجبت فرشة وعلى طول صبغته، وهو نفس هو جاهز. بس لازم نمشي في اتجاه واحد. الواحد ممكن يجدد اي حاجة عنده بكل بساطة وتبقى نظيفة وحلوة مبسوط بيها. وممكن الواحد بيحط عليها مفرش، بس لا، لما تبقى حلوة ونظيفة أحسن. أنا هرجع لكم تاني، بس الفكرة بس كنت بوريها لكم. أول ترابيزة خلصت اهي، هتنشف، ودي التانية ولسه ما عملتش أي مشاكل، بس وسخت الجريدة، هي اللي اتوسخت، الورقة اللي مفرش عليها، و اهو هغير شكلها وهتتجدد وهيبقى كلهم لونهم ابيض. ولما اخلص اوريهم لكم. انا بشتغل وما فيش حد في البيت عشان بيزعقوا لي ويقولوا لي انت بتهببي ايه، بس انا بصلح مش بهبب. الفكرة ان لو انت قادرة تعملي حاجة وعارفة ان انت واثقة ان انتي بتقدري تعمليها، ملكيش دعوة باللي حواليكي، اشتغلي. حتى لو الحاجة باظت اول مرة هتتعلمي، هتبقي اتعلمتي فيها، وده تمن التعليم اللي هي لو فقدتيها مثلا او مش عجبتك، فهيبقى ده هو تمن تعليمك. والمهم خلي عندك اصرار، اعملي كل حاجة انتي شايفة انك انتي قادرة تعمليها، اعمليها بدم حاجة كويسة، هتبقى كويسة طبعا. بس الواحد ايه، مش يهبب الدنيا، الواحد ياخد فكرة ويتعلم كويس قوي الحاجة اللي هو عايز يعملها ويروح بقى ايه منفذها. ولما يكون لوحده بقى، محدش يحبطه، عشان ايه ما يقولولوش بوظت الدنيا، هببت الدنيا، الكلام ده. اوكي، ارجع لكم تاني. السلام عليكم حبايبي. خلاص انا خلصت، دي ترابيزة برضو كانت قديمة، دهنت قرصها، ودي اللي وريتها لكم، ودي الكبيرة، خلاص هينشفوا وهيبقوا مية مية. بس انا هتكلم معاكم شوية ان يعني ايه، لحظة نروح حتة نقعد نتكلم فيها. انا هنهي الفيديو على كده حبايبي. انا بس كنت عايزة اقول ان الواحد لو قاعد في مكان، حتى لو هو مؤقت او احنا مثلا بره في الغربة وكده، الواحد يجمل المكان اللي هو قاعد فيه اهو، لانه عايش فيه، يعني يظبطه باي كيفية وباي امكانيات يخلي المكان اللي هو قاعد فيه جميل. انا كنت مرة نزلت لقيت في مصر واحدة صاحبتي مخلية بيتها كله كأني لسه عروسة،
جددت، بدأت تبيع الحاجات اللي هي عندها وتجيب تجدد، لغاية ما بقت الشقة كلها على أحلى موديل وأحلى طراز. بصراحة يعني التجديد ده بأي كيفية وبأي إمكانيات بيريح الواحد قوي. إلى اللقاء، إذا عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش تعملوا لي إعجاب واشتركوا معايا في القناة، وأنا أي حاجة مفيدة هقولها. إلى اللقاء.